الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أعزائنا الطلبة، وفي درس جديد من دروس التربية الإسلامية للصف العاشر الرابع الإعدادي. قد وصلنا إلى الدرس الثالث من الوحدة الخامسة، واليوم موضوعنا عن نبي من أنبياء الله عز وجل عليهم السلام، وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. النبي اسمه ذو الكفل، وهو من أنبياء بني إسرائيل، ذكر في القرآن مرتين. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. من هو نبي الله ذي الكفل؟ ولماذا ذكره الله تعالى في القرآن الكريم؟ كان في بني إسرائيل نبي من أنبياء الله اسمه اليسع. عندما كبر بالعمر نبي الله اليسع، فأراد أن يستخلف رجلا من بني إسرائيل حتى يعلمهم الدين، وحتى يعلمهم توحيد الله عز وجل. فماذا فعل نبي الله اليسع؟ جمع الناس ووقف فيهم يخطب، فقال لهم: إني سأستخلف عليكم رجلا يعمل عليهم في حياتي، وأنا على قيد الحياة، أنظر ماذا يعمل. فشرط شروط، قال: هذا الرجل الذي سأستخلفه هناك ثلاثة شروط، إن توفرت فسأجعله خليفة لي وأنا في حياتي. هذه الشروط: قال أن يقيم الليل ولا ينام، أن يصوم النهار، وأن لا يغضب. ثلاثة شروط، فمن يتقبل مني هذه الشروط أستخلفه. فالناس يصغون لكن لم يقم أحد. فقام رجل لا يعرف بين الناس فقال: أنا. فنبي الله اليسع قال: في اليوم الثاني نؤجل الأمر. فاليوم الثاني كذلك جمع الناس وقال لهم: سأستخلف رجلا يكون بعدي، أنظر ماذا يفعل في حياتي، ولدي ثلاثة شروط: أن يقيم الليل ولا ينام، أن يصوم النهار، أن لا يغضب. فقام نفس الرجل، واليوم الثالث كذلك أعاد نفس الكلام، وإذا بالرجل نفسه يقول: أنا. فنبي الله اليسع قال له: يعني أتستطيع أن تقيم الليل ولا تنام، وتصوم النهار ولا تغضب؟ فقال هذا الرجل بثقة: نعم. فجعله خليفة له وينظر هل يقدر أم لا. فقام ذي الكفل في النهار يصوم، وفي الليل يقيم الليل، ويجمع الناس حتى يقضي بينهم في مشاكلهم، يعلمهم. فكان ذو الكفل متى ينام؟ إذا لم ينم في الليل كان ينام في وقت القيلولة. وقت القيلولة تطلق على الوقت الذي يكون في الظهيرة، وقت النوم في وقت الظهيرة يسمى القيلولة. الشيطان غضب، كان ينتظر موت نبي الله اليسع حتى يأتي فيفتن بني إسرائيل. فماذا فعل الشياطين؟ أرسل شياطين لكي يغوا هذا الرجل ذي الكفل، فلم يستطيعوا، فقال: أنا أذهب إليه. فتصور بصورة رجل كبير بالسن، ومتى جاء؟ جاء إليه في وقت نومه، لأن ذي الكفل لا ينام في الليل. فجاء متى؟ في وقت القيلولة، عندما أنهى ذي الكفل القضاء بين الناس في الغداة وذهب لكي يستريح وينام، طرق عليه الباب فقال ذي الكفل: من؟ قال: شيخ كبير.
لماذا لم تأتي إلي في الغداء؟ قال شيخ كبير ولدي مشكلة. فتح له الباب، ماذا عندك؟ قال عندي قومي ظلموني أخذوا حق. فأخذ يتكلم هذا الرجل الكبير الذي هو الشيطان بصورة رجل، أخذ يتكلم ويتكلم ويتكلم إلى أن انتهى وقت القيلولة، فلم يستطع ذي الكفل أن ينام. فذهب ذو الكفل إلى مجلس القضاء، وجاء الليل وأقام الليل، وفي اليوم الثاني، لكن ذو الكفل ماذا قال له؟ قال له تأتيني غدا في الغداة أنت وقومك فأقضي بينكم. في اليوم الثاني ذو الكفل قال أين الشيخ الكبير؟ فلم يره، ينظر لم يجد هذا الشيخ الكبير. فقضى بين الناس إلى أن جاء وقت القيلولة، فذهب إلى داره أراد أن ينام، وإذا بطارق يطرق. من؟ قال أنا الشيخ الكبير. قال له لماذا لم تأتني في الغداة فقت القضاء بين الناس؟ قال إن قومي خدعوني، قالوا لا تذهب إلى ذي الكفل ونحن سنعطيك حقك. عندما انتهى مجلس القضاء قالوا لا نعطيك حقك، فجئت إليك. فأدخله وأخذ هذا الشيطان الذي بصورة رجل يتكلم ويتكلم ويتكلم إلى أن انتهى وقت القيلولة، فقال له غدا تأتيني أنت وقومك، تأتي أنت وقومك تأتون فأقضي بينكم. في اليوم الثاني أو الثالث ينتظر ذي الكفل أين هذا الشيخ الكبير، فلم يأتي، وكان متعبا لأنه لم ينم يومان، لم ينم والليل يقيمه ويقضي بين الناس. فعندما انتهى مجلس القضاء ذهب ذو الكفل إلى داري فأوصى بأن لا يدخل عليه أحد، وأغلق الباب من الداخل. فعندما أراد أن ينام وإذا صوت طارق الباب، من؟ قال له الشيخ الكبير. فقال له لا يعني اذهب. قال أني داخل، وإذا بالشيخ الكبير داخل معه في الغرفة. فنبي الله ذي الكفل نظر إلى من إلى أهله أو من كان على الباب، قال كيف تدخل؟ قال من قبلنا لم يدخل. نظر ذي الكفل إلى الباب وإذا هو مغلق كما أغلقه هو، فقال له اخسأ يا عدو الله إبليس. فقال إبليس اللعين نعم أعييتني، أتعبتني في كل شيء، ففعلت كل ما ترى لأغضبك، ولهذا سمي. لماذا هو ليس اسمه ذو الكفل، اسمه لم يذكره القرآن ولم تذكره السنة النبوية من هو، لكن لأنه تكفل بهذه الشروط الثلاث فسمي ذي الكفل. فالله عز وجل في آية أخرى قال بسم الله الرحمن الرحيم وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. فهذه قصة نبي الله ذي الكفل. المطلوب منكم هو حل أسئلة المناقشة، ما موجود من أجوبة على أسئلة المناقشة هي التي تحفظ. ما هي الشروط التي اشترطها نبي الله اليسع للذي يستخلف؟ وضح ذلك، هذه الشروط تذكرها. من الذي جاء إلى ذي الكفل في أوقات القيلولة ولماذا؟ من هو الذي جاء ولماذا جاء؟ من الذي دخل إلى ذي الكفل وكيف دخل؟ بماذا وصف الله سبحانه وتعالى ذي الكفل؟ اذكر الآية، أي تحفظ آية، عندك آيتين تحفظ آية من الآيات وتذكرها. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، نسأله تعالى وهو أرحم الراحمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.